إصابات خلال اقتحام الاحتلال ومستوطنيه الأقصى، والسيد الرئيس يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك. المالكي يؤكد أن ما يحدث في الأقصى تطهير عرقي، وجودي يشدد أن الأردن سيتصدى بحزمة لكل ما يمس المقدسات في القدس. مئات المواطنين يتظاهرون في رفح احتجاجا على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قبل تفاصيل هذه النشرة ننوه لكم بأننا سنكتفي بهذا القدر من البث المباشر للمسيرة التضامنية في قرية معلية في الجليل الأعلى للتضامن مع المدارس الكاثوليكية داخل الخط الأخضر، وبإمكانكم متابعتها الآن على فضائية فلسطين مباشرة. أصيب عشرات المواطنين خلال اشتباكات اندلعت داخل المسجد الأقصى المبارك عقب اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال المسجد الذي حولته إلى ثكنة عسكرية مغلقة. وكأنه احتلال جديد نفذته قوات الاحتلال الخاصة بحق المسجد الأقصى المبارك ولده احتلال القدس القائم منذ 48 سنة. فمئات العناصر المدججة بالسلاح حاصرت المصلى القبلية واعتلت الأسطح وفتحت قنابلها الغازية والصوتية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه المعتكفين المحاصرين وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية. لتسفر عملية الحصار التي بدأت منذ الساعة السابعة إلا 10 دقائق حتى 11 قبل الظهر عن عشرات الإصابات بينهم حارس ورجل إطفاء، فضلا عن أضرار جسيمة لحقت بالمصلى. وهذه الحرب شنت لأجل تطبيق دعوات جماعة الهيكل المزعومة وتحقيق أحلامهم بالاحتفال بأعيادهم ومنها رأس السنة العبرية في داخل الحرم القدسي الشريف دون حسيب أو رقيب. فوجئنا بقوات كبيرة تدخل وكأنها تحتل الشرق الأوسط بأكمله، قوات يعني لم نحصرها عددا، بال 67 لم نستعمل هذه القوات باقتحام المسجد. طبعا تم إغلاق المسجد على من فيه ومحاصرته، ومن ثم تم طرد كل من تواجد بالأقصى من لا يهم عمره سنه جيله انت ذكر كله. حتى لو حاول الاحتلال إيجاد بيئة هادئة لاقتحامات المستوطنين بإفراغه من أهله، المواطنون في كل مرة يثبتون أن الأقصى عقيدة وأنهم لو منعوا من دخول الأقصى يرابطون عند بواباته لمنع جعله لقمة سهلة. فمنذ ساعات الفجر فرضت سلطات الاحتلال قيودا منعت الرجال دون 50 عاما من دخول الأقصى، وعقب الاقتحام العسكري فرضت حول القدس القديمة طوقا عسكريا ومنعت المصلين من كافة الأعمار من دخولها، حيث امتدت المواجهات من الأقصى إلى محيطها أشدها كان في باب السلسلة حيث أصيب العشرات بالاختناق بفعل القنابل الخانقة والردود جراء الاعتداء بالضرب والهروات، وبين المصابين نواب وصحفيون وطلبة ونساء. اعتدوا علينا، اعتدوا على المشايخ، على أعضاء الوقف الإسلامي، واقتحموا المسجد الأقصى عبر قنابل الصوت الغاز، قصوا شبابيك المسجد الأقصى. أخرج حراس المسجد الأقصى هذه المرة بشكل استثنائي. حاصل في المسجد الأقصى المبارك يستدعي وبشكل طارئ إلى اجتماع طارئ للقوى والفصائل الوطنية ووضع استراتيجية ورؤية واضحة. هناك مخطط واضح إسرائيلي للانقضاض على هذا المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا وأداء صلوات تلمودية في المساجد المسقوفة في هذا المسجد. دعوات وجهت لعقد جلسات عاجلة وطارئة على المستويين العربي والإسلامي تحمل المسؤولية مع الفلسطينيين لردء الأخطار عن قبلة المسلمين الأولى وسط إدانات واسعة رسمية فلسطينية وأردنية. من القدس المحتلة، كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين. إلى ذلك أكد السيد الرئيس أن القيادة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى،
مشددا على أن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها خط أحمر. ودعا سيادته العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي للتحرك الفوري والضغط على الاحتلال لوقف محاولاته المستمرة لتهويد المسجد الأقصى. هذا وأجرى السيد الرئيس اتصالات مكثفة مع الأشقاء في الأردن والمغرب والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة هجمة التهويد التي يتعرض لها المسجد الأقصى. في السياق ذاته، حذر رئيس الوزراء دكتور رامي الحمدالله المجتمع الدولي من نتائج تصعيد الاحتلال في القدس وما قد ينتج عنه من انفجار للأوضاع في المنطقة بأكملها. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل بشكل حثيث على دعم مؤسسات القدس وصمود مواطنيها وثباتهم على أرضهم من خلال توجيه الدعم الحكومي لتنفيذ مزيد من المشاريع التنموية. تعقيبا على هذا الموضوع، ينضم إلينا في الاستوديو القيادي في حركة فتح حاتم عبد القادر. مساء الخير أستاذ حاتم. يعني بداية، إلى أين تريد أن تصل حكومة نتنياهو المتطرفة بدعمها ومشاركة قواتها في اقتحامات المسجد الأقصى المتكررة؟ يعني بالتأكيد تريد أن تصل إلى تفجر كامل للأوضاع. ما جرى اليوم بالأقصى هو كان ساحة حرب. نحن أمام عدوان مبيت همجي وحشي دموي غير مسبوق منذ حوالي 5-6 سنوات. قوات كبيرة دخلت بشكل مفاجئ إلى ساحة الأقصى حوالي الساعة 6:30 صباحا، بينما كان يتواجد أعداد قليل من اللي عندك مرابطين، وبدأت بإطلاق العيارات المطاطية وقنابل الصوت والغاز. أنا أعتقد أن الإسرائيليون في هذه الفترة ينوون رفع وتيرة التصعيد داخل مسجد الأقصى المبارك، مستغلين ما يسمى بالأعياد اليهودية لفرض أمر واقع جديد. هم منذ يعني مدة يخططون لتقسيم المسجد الأقصى مكانيا وأيضا حيث الزمان زمانيا، عمليا قسموا زمانيا، بمعنى أنه الآن يمنعون دخول المصلين من الصبح من ساعات الصباح حتى الساعة 11، وبعد الساعة 11 يسمح بدخول المصلين. الآن يبدو أنك مخطط لتقسيم المسجد من حيث المكان واقتطاع جزء من المسجد للصلوات يعني التلمودية. هذا بالتأكيد لن يمر. إذا ظن الإسرائيليون يعني بأن هذا التقسيم سالك فهم مخطئون، رغم تخلي العرب والمسلمين عن واجباتهم وعن مسؤولياتهم في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، نحن كفلسطينيين لن نتخلى عن هذا السياق. أستاذ حاتم، إلى أي درجة من المهم الآن إعادة تفعيل ما قد حدثت به الأردن سابقا عن نيتها توجيه شكوى في مجلس الأمن بحق الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى؟ يعني أنا لا أعتقد بأن شكوى لمجلس الأمن يمكن أن تردع إسرائيل. العديد من الشكوات والعديد من القرارات التي تم رفعها لمجلس الأمن بالتأكيد لم تلتزم بها إسرائيل. أولا، نحن نعول على أبناء شعبنا على صمود المرابطين، ولذلك حركة فتح دعت منذ ساعات الصباح إلى النفير العام إلى المسجد الأقصى المبارك ابتداء من اليوم وحتى 6 من شهر القادم. هذه الفترة هي فترة أعياد لكيف إسرائيليين، وبالتالي هذه الفترة إسرائيل تستغلها من أجل فرض أمر واقع. إذن الرباط هو أساس. الآن مجلس الأمن أنا لا أعتقد أنه سوف يفعل شيئا. لابد من بلورة موقف عربي إسلامي واضح. يعني لا يجوز للعرب والمسلمين أن يتخلوا عن مسؤوليتهم، لا يجوز للعرب والمسلمين أن يلوذوا بهذا الصمت المريب والمعيب إذا ما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك. عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم، وإلا فلينفضوا يدهم من المسجد الأقصى المبارك، وإحنا مستعدين للدفاع عنه. أما أن يبقوا يتغنوا بالقدس والمسجد الأقصى المبارك في ظل هذا العدوان دون أن يفعلوا شيئا، فهذا أمر لا يمكن أن نقبل به الشعب الفلسطيني. على كل حال، ما جرى اليوم يجب أن يكون مصدر وحي وإلهام لكل العرب والمسلمين أن يتحملوا مسؤوليتهم وأن يوحدوا موقفهم وأن يفعلوا شيئا من أجل إنقاذ القدس والمسجد الأقصى. بطبيعة الحال هناك اتصالات مع الجهات، مع الدول العربية والجهات المعنية. يعني لو تضعنا في صورة ردود الفعل التي تأتيكم من قبلهم. يعني الرئيس أبو مازن لم يتوانى عن الاتصال، ولكن للأسف الشديد كل صيحات الرئيس ليس لها دوي، لا على الصعيد العربي ولا على الصعيد الإسلامي. الرئيس طلب بعقد جلسة للجنة القدس، لم تعقد لجنة القدس. يعني طلب جلسة
لعقد ايضا كيف قمه لمنظمه يعني المؤتمر الاسلامي او ما يسمى بالتعاون الاسلامي لم تعقد. الان في طلب يمكن لعقد قمه عربيه. لماذا لم تعقد؟ يعني يبدو انه العرب والمسلمين ليس لديهم اراده سياسيه، ويبدو ايضا بانه الخلافات العربيه هي يعني اقوى من مسجد الاقصى المبارك، ويبدو انه يعني القتال في عين العرب اولى لدى العرب من القتال في مسجد الاقصى المبارك. طب استاذ حاتم، يعني ما هي الاليات الان المتاحه لدينا سواء على المستوى الشعبي او الرسمي كحكومه وكقياده للدفاع عن المسجد الاقصى وتوفير الحمايه له من الاقتحامات المتكرره التي بدنا نشهدها بشكل يومي؟ يعني على الرغم من كل ما تقوم به اسرائيل من عدوان وحشي، يعني اليوم اوقع حوالي 100 اصابه والعديد من المعتقل والعديد من يعني من حالات الاعتقال، ايضا الى تولى تدمير بعض الاجزاء داخل مسجد الاقصى المبارك مثل الشبابيك ويعني وما الى ذلك، الى انه الان نحن نعول على المرابطين، نعول على ابناء شعبنا في القدس وفي داخل خط الاخضر من اجل التصدي لهذا المخطط الاسرائيلي. هذا اولا، لا نعول يعني كثيرا على البعد الخارجي بقدر ما نعول، ولذلك هذه الدعوه مستمره من القوى الوطنيه ومن حركه فتح لكل من يستطيع الوصول الى المسجد الاقصى المبارك يجب ان يرابط به من ساعه الصباح من اجل يعني من اجل التصدي لهذا العدوان. هذا اولا. الشيء الثاني، نحن نحذر اسرائيل مره اخرى بانها تلعب بعصب حساس. نحن لن نقف مكتوفي الايدي امام هذه الاعتداءات، ونحن نحملها كامل المسؤوليه في كل التداعيات التي قد تنجم اذا ما استمر هذا العدوان الوحشي. ولذلك هذا عود ثقاب إذا أشعلته إسرائيل سوف يحرق الجميع. نعم، القيادة في حركة فتح حاتم عبد القادر، شكرا جزيلا لك. شكرا. في القاهرة كدا وزير الخارجية رياض المالكي أن ما يحدث في المسجد الأقصى هو تطهير عرقي وإشعال لصراع ديني وفرض تمييز عنصري. من جانبه شدد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على أن بلاده ستتصدى بحزم لكل ما يمس المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بالطرق الدبلوماسية والقانونية. اجتماع الدورة 44 بعد 100 لوزراء الخارجية العرب برئاسة دولة الإمارات على تقليدية ملفاتها وتوقيت انعقادها، إلا أن الظرف الاستثنائي الذي تعيشه معظم الدول العربية يجعل هذا الاجتماع اجتماعا استثنائيا عن جدارة. وتبقى القضية الفلسطينية محل الاهتمام العربي بشكل دائم، ولكن ما جرى في المسجد الأقصى من انتهاكات همجية استوجبت ردا قاسيا من العرب حيال تلك الممارسات. إننا على يقين بأن استمرارية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وعدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية يشكل عاملا أساسيا لعدم الاستقرار الإقليمي. لن ندخر أي جهد من خلال الاتصالات المباشرة وغير المباشرة والاتصالات والتواصل مع القوى الدولية والعواصم المؤثرة والمنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة التي بقي على عضويتنا في مجلس أمنها 3 أشهر، وسنستغل هذه العضوية للتأكيد على موقفنا جميعا برفض هذه الانتهاكات وباتخاذ كل ما يلزم من إجراءات، وخاصة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا. بدوره الأمين العام للجامعة العربية أكد أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة التحديات التي يواجهها العرب، مع الوضع في الاعتبار انسداد أفق الحل والتسوية القائمة على مبدأ حل الدولتين. أود هنا التأكيد على أن إطلاق عملية مفاوضات جادة وبناءة للتوصل إلى السلام في فلسطين تتطلب أن يتبنى مجلس الأمن قرارا واضح المعالم يحدد أسس ومرجعات عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مع إقرار آلية تنفيذية تضمن الالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من خطوات باتجاه الحل النهائي، وذلك ضمن إطار زمني محدد.
أما الدكتور رياض الملكي وزير الخارجية فقد نبه العرب إلى خطورة ما يحدث في القدس والخطوات التي ينوي الفلسطينيون مع العرب اتخاذها على المستوى الدولي، محذرا في الوقت نفسه مما تقوم به حكومة الاحتلال من أنه سيؤدي إلى اندلاع حرب دينية لا يعرف أحد مخاطرها أو أبعادها. نحن من أجل المسؤولية قمنا بإرسال رسائل إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، إلى الكثير من الدول نحثها فيها على التحرك بشكل سريع درءا لما قد يحدث ومنعا من تدهور الأوضاع في المسجد الأقصى. إذا كان هذا الاجتماع أكد على شيء فهو خطورة ما تواجهه الآن الأمة العربية والعديد من دولها من تحديات، آن الأوان لقرارات استثنائية وغير عادية للخروج من هذا المأزق وعدم الاستسلام له. إذن سيطرة الأفعال الإجرامية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك على مناقشات العرب الذين أكدوا مجددا رفضهم البات والقاطع لتلك الممارسات الهمجية، محذرين من مغبة استمرارها لأنها تأخذ المنطقة بأسرها إلى مجهول لا يحمد عقباه. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، من مقر جامعة الدول العربية، القاهرة. نصرة للمسجد الأقصى، نظمت في رام الله وقفة تنديدا بالاقتحامات المتصاعدة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال. وأشاد المشاركون في الوقفة بالمواقف البطولية للمرابطين والمرابطات في الأقصى. وأبسط أشكال الرد على ممارسات الاحتلال ومساعيه في القدس، وأبسط واجبات التضامن مع أبناء شعبنا الذين يخوضون هذه المعركة داخل القدس سواء في الأقصى أو في حول أسوار الأقصى. ونحن هنا ندعو أبناء شعبنا في كل مكان إلى التوحد للتصدي لممارسات الاحتلال ومساعيه في مدينة القدس. نتوجه برسالة دعم ومساندة لإخواننا المرابطين في المسجد الأقصى، إخوة وأخوات المسجد الأقصى. ثانيا، الشعب الفلسطيني لن يقف يعني أمام هذه المؤامرة الإسرائيلية من خلال محاولته تمرير يعني سياسة أو على الأقل فرض سياسة الزماني والمكاني على المسجد الأقصى. لن يقف الشعب الفلسطيني مكتوف الأيدي أمام هذه المؤامرة، وخاصة أن المسجد الأقصى هو أولى الكبلتين وثاني الحرمين. هذا وكثفت سلطات الاحتلال من هجمته على المسجد الأقصى خلال الأعوام القليلة الماضية، كان أبرزها اشتداد الاقتحامات اليومية والحفريات في أساساته. تمضي الأعوام عقودا بعد احتلالها عام 67 وإحراق مسجدها وأبرزه منبر صلاح الدين وإتلاف أكثر من ثلث مساحة المسجد القبلي الإجمالية. ومنذ ذلك الحين تدفع حكومات تل أبيب المتعاقبة أبشع مخططاتها لتمريرها من أبواب المسجد الأقصى العشر من أجل تقويض وإفراغ وتدنيس المسجد المبارك وصولا إلى هدمه وإقامة أضحوكة الهيكل المزعوم. تلك المخططات يوزع تنفيذها وترجمتها داخل الحرم القدسي بين قوات الاحتلال وشرطته من جانب وقطعان المستوطنين من جانب آخر. وتبين الأعوام القليلة الماضية اشتداد هجمة الاحتلال على العاصمة المحتلة والمسجد الأقصى. تجاوز الاحتلال فيها خطوات أكثر تصعيدا، فداس جنوده على أثاث الحرم ودنسوا المحراب والمصاحف. العام 2012 وتحديدا 9 من شباط، أعضاء من حزب الليكود يعلنون نيتهم اقتحام المسجد الأقصى بهدف الدعوة إلى بناء الهيكل المزعوم على أنقاضه، حيث سبقت ذلك إعلانات باسم الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويتزعم هذه الحملة موشي فيجلين. الانتهاكات تتزايد باستمرار، الهدف من وراء كل ذلك هو التهويد المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك من خلال الحفريات التي تجري تحته، من خلال القاعات ومدينة سيتم افتتاحها سنة 2020 تحت المسجد الأقصى المبارك، ناهيك عن أساليب التهويد المختلفة. عام آخر مر كانت وتعالت فيه الدعوات الواضحة والصريحة خلال جلسات الكنيسة وجلسات خاصة بتقسيم الأقصى بين المسلمين واليهود على غرار الحرم الإبراهيمي في الخليل، وبمباركة أعلى المستويات في حكومة الاحتلال لتبدأ أقدام المستوطنين المقتحمين تدنيس ساحات المسجد القدسي.
العام 2014 شهد إغلاقا مكثفا لباحات الأقصى المبارك وعمليات الاقتحام التي لم تنقطع والاعتقالات الواسعة في صفوف المرابطين، حيث سجل أكبر اقتحام في أوائل حزيران من العام نفسه لمناسبة الاحتفال بما يسمى عيد نزول التوراة، ويرتفع بذلك عدد المقتحمين إلى حوالي 400 مستوطن في وقت منعت شرطة الاحتلال المواطنين من دخول المسجد وفرضت شروطا عمرية على المصلين تمنع من هم دون 50 أو 45 من أداء صلاة الجمعة بشكل خاص. إسرائيل تريد أن تقول بأن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية والسيادة تخضع فقط للسلطات الإسرائيلية، ناهيك عن طمس الهوية العربية المسيحية والإسلامية لمدينة القدس المحتلة. العام الحالي أكثر الأعوام وأشدها قسوة، اقتحامات واسعة شبه يومية واعتقالات تطول المرابطين والمرابطات فيه، حيث بات المقتحمون يشكلون مجموعات صغيرة ومتتالية من المستوطنين وسط أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى. من جهاته الأربع ومن أبوابه الإحدى عشر تنزلق مخططات الاحتلال، تدنيس وتهويد واقتحام، مسجد أساساته تقوض وساحاته تدنس ومحيطه يحاصر. من شمال غرب العاصمة المحتلة، علي دار علي، تلفزيون فلسطين. قمعت قوات الاحتلال مسيرة سلمية منددة بإجراءات الاحتلال الهادفة إلى مصادرة أكثر من 3000 دنم من أراضي مدينة بيت جالة. إنها بيرعون في بيت جالة، هنا تواصل قوات الاحتلال تجريف الأراضي وقمع المسيرات السلمية، وهنا تقتلع أشجار الزيتون وتسلب الأرض لصالح جدار الضم والتوسع. نحن هنا لنرفض الاحتلال، نرفض الجدار، ونطالب المجتمع الدولي أن يقف إلى نصرة وقضية الشعب الفلسطيني، قضية عادلة يجب أن تحل اليوم قبل غدا وغدا قبل بعد غد، لأنه وقف للظلم وانتهى الظلم على هذه الأرض. للأسبوع الخامس على التوالي تتواصل الفعاليات المنددة بالاحتلال وسياساته، هنا تقام الصلوات وهنا يعبر الفلسطيني عن رفضه المطلق لمصادرة ذرة تراب واحدة من أرض الوطن. جاء جماهير شعبنا في مدينة بيت جالة، الجماهير المسيحية والمسلمة التي تقول كلمتها ضد الاعتداءات الصهيونية في الأقصى الشريف، ليكون شعبنا موحد خلف حقوق الوطنية وضد أي انتهاكات تقوم بها سلطات الاحتلال ضد شعبنا في أي مكان، سواء في الأقصى، في بيت جالة، في رام الله، في حيفا، في كل أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني. حراك شعبي متصاعد تشهده بيرعون وكافة القرى التي تتهددها سياسات الاحتلال العنصرية. أما أشجار الزيتون هذه فهي تلعن حكومة الاحتلال وصمت العالم أمام جرائم العصر التي ترتكب بحق كل ما هو فلسطيني. مسيرة أسبوعية متواصلة لصد الاعتداءات الإسرائيلية بحق أراضي بيت جالة، ولسان حال المواطنون هنا بأننا باقون على هذه الأرض طالما بقي تراب ينبت شجر الزيتون. علاء الدين العبد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم. في رفح تظاهر مئات المواطنين احتجاجا على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة غير المعتادة ونسبة الرطوبة المرتفعة. فصول من المعاناة رسمت للمواطنين في غزة حياة أخرى عاشوها منذ بدء سنوات الحصار الإسرائيلي وحتى اللحظة. أما عن الاستهداف المتكرر للتيار الكهربائي في غزة فقد جعلهم ينالون النصيب الأكبر من تلك المعاناة، ما دفع البعض لأن يثوروا ويعتصموا أمام شركة الكهرباء في محافظة رفح، إلى أن جاءت عناصر شرطة حماس وقامت باعتقال المعتصمين وعدد من الصحفيين الذين قاموا بتصوير المسيرة ومصادرة معداتهم الصحفية.
كان هناك علم عند الجميع أنه في إغلاق للمعابر في نهاية أسبوع وبعدها متبوع الأعياد اليهودية ثلاثة أيام، فكنا نطلب منهم مضاعفة الكميات، ولكن كانت تأتي كميات مقلصة بالعكس أقل من الاستهلاك اليومي. فوصلنا إلى نهاية الأسبوع إلى أن أطفأنا مولدين من المحطة. المواطنون الذين يعانون بصورة مباشرة من انقطاع الكهرباء وصفوا لنا حياتهم داخل منازلهم التي تتوقف عن الدوران منذ انقطاع التيار. أعربوا عن غضبهم من تقليص ساعات الوصل من 8 ساعات إلى 6 ساعات متقطعة ومتأرجحة من محافظة لأخرى وفق اعتبارات لا زالت غير مفهومة لدى المواطن بعد، ما جعلهم يترقبون أضعف خيط يقودهم للفرج. ثورة الشباب طبعا على إيه؟ عشان فيش في حصار، ما فيش عمل لهم، ما فيش يعني من كل الجوانب مضغوطين الشباب، يعني هم قليل عليهم الثورة اللي هم بيعملوها، لأن الشعوب الثانية عايشة، إحنا مش عايشين. والله عدد الساعات الكهرباء سيئة بالنسبة للمجتمع، يعني إحنا بننقلي قلي في الليل من الشوب وفي النهار نفس الأسلوب، والست ساعات غير كافية لضخ المية على البراميل فوق. كما طالب المواطنون شركة توزيع الكهرباء بالالتفات للحالة التي وصلوا إليها وتغيير النهج الذي باتت مبرراته مدعاة للسخرية، ليسير التيار وفق أمنياتهم عساهم ينحرفون ولو قليلا عن بؤرة المأساة. من طالب توفير الكهرباء أهم شيء لبيوتنا، وداخل بيوتنا احنا بطلنا نقعد، يعني أنا طالع من البيت مش قادر أقعد في البيت عند أولادي. تعود أزمة الكهرباء لتدق ناقوس الخطر في المحافظات الجنوبية، الأمر الذي خلق حالة إحباط وغضب في صفوف المواطنين انعكست جلية على أحوالهم ومصالحهم بشكل شل حركتهم تماما، معاناة لم تعرف لها بداية ولا نهاية حتى. من غزة، سالي السكني، تلفزيون فلسطين. للحديث أكثر عن هذا الموضوع انضم إلينا من قطاع غزة نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل. مساء الخير سيد فتحي. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. يعني بداية، ما هي الأسباب الكامنة وراء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي؟ فكما استمعنا في التقرير هناك تقليص في ساعات الوصل من 8 ساعات إلى 6 ساعات. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو ما حدث نهاية الأسبوع أنه حصل انقطاع للخطوط المصرية بالكامل التي تغذي محافظة رفح، وفي نفس الوقت لم تصل كميات من الوقود طوال الأسبوع الماضي لتكفي لتغطية تشغيل محطة التوليد في نهاية الأسبوع. موضوع تقليص كميات الوقود في الأسبوع الماضي هو السبب الرئيسي وراء تقليص جدول الكهرباء إلى 6 ساعات. طبعا الموضوع هذا تكلمنا فيه كثيرا، والموضوع يعني السؤال يوجه الآن إلى إخواننا في هيئة البترول في الضفة الغربية، لماذا تم تقليص كميات الوقود؟ ما هو السبب؟ هل هو سبب فني؟ هل هو سبب لوجستي؟ ما هو السبب؟ يعلمون، وطول الأسبوع الماضي ونحن نتواصل معهم ونذكرهم بأنه نهاية الأسبوع والأسبوع القادم في أعياد يهودية ويتم إغلاق المعبر، ولكن لم يتم الاستجابة، حتى أنه نهاية الأسبوع الماضي يوم الخميس تمت يعني كثير من الجهود بذلت، وكان على رأسها وزير الأشغال في حكومة التوافق الدكتور مفيد الحسينة، وتم التواصل من المنسق العام للأمم المتحدة مع السلطات الإسرائيلية لفتح المعبر يوم الجمعة، ولكن كل الجهود هذه لم تؤتي أي نتائج، وحتى وعدنا بكميات من الوقود اليوم الأحد حوالي 900,000 لتر، وهي كان ممكن أن تؤثر في تعديل الجدول اليوم، ولكن للأسف الشديد وجدنا أن ما وصل اليوم هو 280,000 لتر دون أي تفسير للأسباب وراء تقليص هذه الكميات. طيب يعني أستاذ فتحي، بعض مواطني القطاع يشتكون من سوء في عدالة التوزيع في الكهرباء، كيف تردون على هذا الموضوع؟
يعني هو سوء التوزيع، وخصوصا أهلنا في رفح، هو انقطاع الخطوط المصرية مع إطفاء مولدات محطة التوليد كان يتطلب وقت حتى يتم تحويل جزء من الكهرباء من التي تغذي قطاع غزة من الخطوط الإسرائيلية إلى محافظة رفح، وهذا يحتاج إلى وقت لأنه هناك جدول، ونريد إعادة توزيع الجدول على المواطنين في كل المحافظات، فاستغرق هذا الوقت يعني حوالي 12 ساعة إلى أن بدأت تصل كميات إضافية إلى محافظة رفح. كذلك في قطاع غزة هو سوء أو عدم وجود العدالة بالدرجة الأولى، وراءه أسباب فنية، لأنه نحن في قطاع غزة الشبكة الكهربائية في قطاع غزة كلها شبكة يتم العمل عليها بالنظام اليدوي، لا يوجد أي نظام أوتوماتيكي فيها، لذلك عزل أو توصيل أي مفتاح من مفاتيح الكهرباء يحتاج أن يذهب أشخاص بسيارة، وتحتاج إلى وقت وتحتاج إلى جهود. فلذلك أنا أقول أن سوء العدالة وراءها أسباب فنية ووراءها ضعف. لماذا لا يتم تجاوز هذه الأسباب الفنية لحل يعني مشكلة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي نشهدها منذ أكثر من أسبوع؟ هو تجاوز أسباب التجاوز الأسباب الفنية يحتاج إلى كثير من المشاريع، ويحتاج إلى كثير من الدعم. يعني تحويل شبكة قطاع غزة إلى شبكة أوتوماتيكية أو شبكة ذكية يحتاج إلى كثير من الجهود. نحن الآن نبذل جهود، وطواقم شركة الكهرباء تبذل جهود خارقة، لا أعتقد أي جهة في العالم تبذل الجهود التي تبذلها في سبيل أن تحقق جزء من العدالة، ولكن تحقيق العدالة يكون بزيادة كمية الكهرباء. هناك كثير من المشاريع الاستراتيجية أو كل المشاريع الاستراتيجية المخطط أن تمد قطاع غزة بمصادر جديدة للطاقة وكميات جديدة للطاقة معطلة منذ سنوات طويلة، وحصر موضوع الكهرباء في قطاع غزة في محط التوليد تحتاج إلى وقود لا يتحكم أهل قطاع غزة في نظام ضخ الوقود إليها. باختصار شديد لضيق الوقت، يعني هل لديك أي تطمينات تطمئن فيها المواطنين في قطاع غزة خاصة في رفح باختصار لو سمحت؟ مواطنين رفح احنا من اليوم هم يعاملون مثل باقي سكان القطاع والجدول 6-12، ولكن التطمينات الى كل سكان قطاع غزة اذا يوم الاربعاء، ونحن الان نتمنى ان يكون ان يسمعنا احد المسؤولين في هيئة البترول او احد المسؤولين يعني في وزارة المالية في رام الله، وان تكون الكميات التي ستضخ الى قطاع غزة يوم الاحد تمكن سلطة الطاقة وشركة الكهرباء من احداث تغيير في الجدول، والا نعم. لن يكون هناك، لا نجد تفسيرات لحتى الآن لما حدث من تقليص الكميات. نعم، نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل، شكرا جزيلا لك، ونعتذر عن المقاطعة لكن لضيق الوقت. شارك آلاف المواطنين في مسيرة في قرية معلية في الجليل الأعلى تضامنا مع المدارس الأهلية الكاثوليكية التي تعاني من تمييز الحكومة الإسرائيلية بحقها. في اليوم 13 لإضراب المدارس الأهلية في الداخل الفلسطيني الذي لم يحرك ساكنا بقرار وزارة المعارف الإسرائيلية المجحف في حقها، حول أهالي الداخل مسيرة عيد الصليب التقليدية إلى مسيرة شعبية شارك بها الآلاف تهدف إلى تصعيد قضيتهم وإثارتها، عارضينها أمام نخبة من الكرادلة الذين توافدوا من شتى أنحاء أوروبا من أجل الاحتفاء بالمناسبة والاطلاع على تطورات قضية المدارس الأهلية العالقة. يكفي أن نرى هذه الحشود الكبيرة، هذه الألوف المؤلفة التي جاءت تقول كلمة حق، أولا لتربط بين عيد الصليب وبين المطلب العادل للمدارس الأهلية بهذا النضال الجماهيري المنظم وبحكمة في المفاوضات. أنا أجزم أنه خلال أيام معدودة سوف نحصل حقوق المدارس الأهلية لنتعب قليلا من أجل أن نرتاح كثيرا وطويلا. نخبة من أبرز الشخصيات الدينية المسيحية حول العالم حولها أهالي الداخل إلى رسل تحمل قضيتهم وتمضي بها نحو الفاتيكان، هادفين إلى تحويل منحنى الخلاف إلى صراع دولي ما بين إسرائيل والفاتيكان الداعم للمدارس الأهلية. وجودهم تأوي إلنا بهالمحن الكبير اللي عم نمرها، واللي هي مشكلة المدارس طبعا، بغض النظر عن
المشاكل الأخرى كمان اللي هي موجودة، لكن مشكلة المدارس مشكلة معقدة وقاسية، ويمكن ما عدنا ما عرفناش نحن كمان نلاقي الجسم المفاوض الجدي لهذا الموضوع، رح نتوصل. فالمشكلة هي مش بقلب الكنيسة، المشكلة هي بين مدارس والتعليم الخاص بشكل عام وبين وزارة المعارف الإسرائيلية. صراع لا ملامح لنهايته تلوح في الأفق، خاصة بعد بدء فترة الأعياد اليهودية التي ستكون فيها المؤسسات الرسمية في عطلة ستشل وتطيل أزمة المدارس الأهلية، حيث سيفرض عليها أسبوع آخر من الإضراب المقلق والمثير لتخوفات هؤلاء الأهالي الذين توافدوا لإطلاق صرخة أمام شخصيات دينية مرموقة علىها تصل إلى أذان العالم وتوقف هجمة شرسة طالت واستفحلت في ظل سياسات التجهيل التي تستهدف الداخل الفلسطيني. مسيرة تقليدية احتفالية استغلها الداخل الفلسطيني لتصعيد نضاله من أجل 33 ألف طالب عربي يقفون أمام مصير مجهول وعلامة استفهام فيما يخص عودتهم إلى مقاعد الدراسة. من قرية معيليا، سلام شرقي، تلفزيون فلسطين. ونبقى في قرية معليا في الجليل الأعلى، حيث تنضم إلينا من هناك مراسلتنا كريستين ريناوي. كريستين، كيف تبدو الأجواء الآن في قرية معليا؟ نعم ضحى، يعني الأجواء انتهت هنا في المدرسة الابتدائية، كان هنالك مسيرة صلوات، أو يعني هي ليست قداس ولكن صلاة غروب، شارك فيها حوالي 45 كاردينال من أوروبا وأيضا رؤساء مجالس أساقفة وشخصيات دينية، بطريرك القدس اللاتين فؤاد طوال، وأكثر من 3000 مواطن مسيحي من قرية معليا المسيحية، وأيضا جاءوا من القرى المجاورة لإحياء عيد الصليب، وهو عيد شعبي مسيحي يحييه المسيحيون سنويا للاحتفال بالعثور على الصليب عام 326 للميلاد. وبالتالي استغلت هذه المناسبة لإثبات أحقية الفلسطينيين وأسبقيتهم على هذه الأرض، للصرخة بخصوص أزمة المدارس الأهلية المسيحية. أجريت هنا ضحى عدة كلمات، ألقيت عدة كلمات، كان هنالك كلمات للمواطنين عبروا عن استيائهم من استمرار هذه الأزمة، أزمة المدارس الأهلية، كون 33 ألف طالب وطالبة هم في البيوت منذ الأول من الشهر الجاري، وبالتالي العام الدراسي لم يفتتح بعد، أزمة أيضا اقتصادية للمعلمين. كان هنالك وعودات من قبل أحد الكرادلة الذين ألقوا كلمة وعد ب نقل مشاهداتهم فقط للفاتيكان، ونقل أيضا بدوره تحيات قداسة البابا فرانسيس لأبناء الشعب الفلسطيني الصامدين في أرضهم، واعتبروا بأن الفلسطينيين هم نسل السيد المسيح عليه السلام. وبالتالي مسيرة حاشدة كانت هنا، انطلقت من كنيسة السيدة في قرية معليا المسيحية الذي يقطنها حوالي 3000 مسيحي، هو تقليد سنوي للعام الخامس على التوالي منذ عام 2000 حتى هذه السنة، في سنويا تقام هذه المسيرة إحياء لعيد الصليب، واستغلت للنضال ضد تقليص الميزانيات للمدارس الأهلية. نعم، مراسلتنا كريستين ريناوي، كنت معنا من قرية معليا في الجليل الأعلى، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، لم يتبقى في هذه النشرة سوى التذكير بالعناوين. إصابات خلال اقتحام الاحتلال ومستوطنيه الأقصى، والسيد الرئيس يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك. المالكي يؤكد أن ما يحدث في الأقصى تطهير عرقي، وجودة يشدد أن الأردن سيتصدى بحزم لكل ما يمس المقدسات في القدس. مئات المواطنين يتظاهرون في رفح احتجاج على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.